مقاولات ورؤساء دوائر سباب خلاها، هكذا افتتحت صحيفة والنهار صفحتها الأولى، حيث كتبت مقالا قالت فيه أن الحكومة حملت ولاة الجمهورية المسؤولية الكاملة عن تعطل مشاريع الرئيس بوتفليقة، وذلك في مراسلة مستعجلة وجهت لهم بحر الأسبوع المنصرم. وقالت النهار أن الحكومة اتهمت الولاة بالتحايل من خلال إعداد تقارير حول تقدم المشاريع، في حين الأوعية العقارية المخصصة لها ما تزال محل نزاع. لتضيف الصحيفة أن مراسلة الحكومة للولاة الأسبوع الماضي أشارت إلى أن ما نسبته 60% من المشاريع التنموية لا تزال عالقة. وفي مقال آخر كتبت النهار تقول أن برلمانيا سابقا قام بتأجير بلطجية لاقتحام مقر المدرسة الخاصة العقول النيرة الواقعة بعين السلطان في القبة بمحاذاة المستشفى العسكري، وذلك في إطار تصفية حسابات مع شريكه ومدير المدرسة. وأوضحت النهار في مقالها أن البرلماني وعصابته قاموا باحتجاز كل من كان داخل المدرسة، منهم 187 تلميذا و30 عاملا وأستاذا. لتضيف الصحيفة أن المقتحمين قاموا بالاعتداء على سكرتيرة المدير قبل أن يستولوا على مبلغ من المال ووثائق ومستندات. صحيفة الخبر كتبت مقالا قالت فيه أن قاضي محكمة أجدير في المغرب نطق في ساعة متأخرة من مساء أمس بالحكم عاما حبسا نافذا في حق الطفل القاصر إسلام خوالد المحتجز منذ أكثر من شهر بالمملكة المغربية بعد اتهامه بهتك عرض طفل مغربي. وقالت الخبر أن والد الطفل اعتبر أن الحكم لم يكن منصفا لابنه، مضيفا أن قضيته تبقى تطرح العديد من علامات الاستفهام. لتضيف صحيفة أن محامي دفاعي طفل إسلام سيشرعون ابتداء من اليوم في متابعة الإجراءات الخاصة بالاستئناف في الحكم، وهو ما سيتطلب المزيد من الوقت على حساب حرية الطفل إسلام. صحيفة البلاد نقلت عن المدير العام للسجون مختار فليون قوله أن برنامج للتعاون بين إدارة السجون الجزائرية والمركز الدولي للدراسات السجنية ببريطانيا أعد خطة مشروع لإعادة إدماج السجون وفصل المحبوسين في الزنزانات على حسب خطورة الجريمة. وأوضحت البلاد أن البرنامج الجديد يقضي بوضع نزلاء السجون في زنزانات حسب درجة وخطورة الجرائم التي ارتكبوها والتي بسببها يقضون محكوميتهم. لتضيف الصحيفة بالقول أن من شأن البرنامج إنقاذ فئة المساجين من اقتراف جرائم أخرى. صحيفة الفجر قالت في أحد مقالاتها أن جهة أمنية شرعت بداية الأسبوع الجاري في التحقيق بقضايا جديدة لعشر مزايدات أطلقتها مجموعة سونطراك خلال سنة 2007 لبيع عتاد وسيارات مستعملة بكل من حسير مل وورجلا، وذلك بعد تلقي مصالح الأمن معلومات تفيد بتصريف 340 سيارة من نوع تويوتا وفولكس فاجن مقابل أثمان بخسة. وأوضحت الفجر في مقالها أن سونطراك أعلنت سنة 2007 عن مزايدات لبيع سيارات فاخرة نفعية وسياحية من نوع فولكس فاجن وتويوتا، وتحديدا 340 سيارة. تبين فيما بعد أنه تم بيعها بطريقة غير شرعية، لا سيما وأن ثمن تسويقها كان منخفضا جدا مقارنة مع سعرها الحقيقي ومع عمرها الذي لم يتجاوز 3 سنوات، حيث أن قيمة المزايدات التي طرحتها آنذاك لم تتعد 45 مليار سنتيم في الوقت الذي تثبت فيه أن السيارات كانت بحالة جيدة ولم يكن هنالك داع لتصنيفها كخردوات وإعادة بيعها عبر مزايدات. صحيفة الجزائر نيوز قد نشرت مقالا تطرقت فيه لكلمة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حول الفساد وفضائح التسيير التي تشهدها البلاد هذه الأيام، حيث قالت الصحيفة أن رئيس بوتفليقة أعلن أن مشاريع الجزائر بحاجة إلى وطنيين وأياد نظيفة. ونقلت الجزائر نيوز عن رئيس بوتفليقة قوله في رسالته بمناسبة الاحتفالات بذكرى عيد النصر أن القانون سيطبق بكل جدية على كل من يسعى إلى الثراء على حسب المال العام وعلى حساب حق الشعب. لتضيف الصحيفة بالقول أن الرئيس لمح إلى أن الجزائر في حاجة إلى مسؤولين يتحلون بروح الأمانة والإخلاص.
صحيفة شروق كتبت في أحد مقالاتها خبرا تقول فيه أن وزارة الدفاع الوطني دعت العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين المتقاعدين أو الذين سرحوا لأسباب صحية وكذا ذوي حقوقهم من المعنيين بإجراءات قانون المعاشات العسكرية الجديدة إلى التقرب من المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية المتواجدة بمختلف النواحي العسكرية لتلقي الشروح اللازمة لاستفساراتهم في كل من البليدة ووهران، بشار، ورقلة، قسنطينة وطمراست لإيداع ملفاتهم الإدارية. ونقلت الشروق عن بيان لوزارة الدفاع الوطنية أن الوثائق الإدارية العسكرية على غرار شهادة الشطب من الصفوف تتكفل بها المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، مشيرا إلى أن قانون المعاشات العسكرية الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية يتيح آلية جديدة تضمن إمكانية المراجعة الدورية لمعاشات المتقاعدين بقرار